ماشي اتفضل. أستاذ وليد، أنا بعد إذنك ما أعطيتني فرصة أن أكمل كلامي، ممكن اتفضل أكمل كلامي وياك؟ اتفضل حضرتك نعم؟ اتفضل اتفضل. أنا أشكرك. أنا حبيت أن أقول لك اليوم صادفت في التاريخ الشيعي مولد فاطمة الزهراء، بينما يؤكدون أنه ثلاث تواريخ لمولدها، يعني بمعنى آخر التاريخ عندهم غير موثوق، ولهذا من الصعب أن نطالبهم بروايات صحيحة. بمعنى آخر معظم الروايات هي مكذوبة، والدليل على هذا أنه دليل أئمتهم غير متأكدين من عنده. يعني اليوم تصادف مناسبة مولد الزهراء، بعد أسبوع أيضا يقولون الرواية الثانية، بعد أسبوعين يقولون الرواية الثالثة، وهكذا يميتون فاطمة الزهراء بنت الرسول ثلاثة مرات. يؤسفني انه تعجلت في اجابتي على كلامي. لا اصل انت اتكلمت في موضوع بعدين نعم دخلت في موضوع ثاني، فانا ظنيت ان انت اساسا بتغير الموضوع. لا 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 معذرة، مو انا شنو حبيت انا اقول لك، الكلام التاريخ الشيعي نعم غير موثوق من عنده، بما ولهذا يعني حتى مناسبة وفاة فاطمة الزهراء ينقلون عنها ثلاثة روايات، يعني وفاة سيدة بالنسبة لهم تحظى بكثير من الأهمية غير متأكدين منها، فكيف نطالبهم بروايات صحيحة موثوقة؟ هذا ما عنيته من كلامي، هل وصلت لك الفكرة يا شيخ؟ وصلت والله وصلت، يعني بيعملوا مولد الزهراء ثلاث مرات وفاة الزهراء هكذا أكثر من مرة. كن على فقه يا أستاذ، ثلاثة مرات يطوفون بجنازتها الوهمية في الشوارع، مرة رواية مرة ينقلها فلان مرة ينقلها علان، وهكذا فاطمة بنت النبي يميتونها ثلاثة مرات في ذكرها كل سنة. هل وصلت الفكرة لديك؟ وصلت أشكرك. وصلت يا غالي، ربنا يبارك فيك وأسيف لك، ربنا يبارك فيك، تفضل.